السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي. النهاردة بقى هنعمل روتين في أوضة النوم، مستنية بقى اللايك والاشتراك وتدعيم في القناة يا حبايب. يلا حبيب قلبي نبدأ مع بعض. رمضان جميل يا حبايب قلبي، بس برضه بهبوط شويه بهبوط شويه، صح؟ قولوا لي كده بالتعليقات. اشغل الفيديوهات كده واحط اللايكات، ما تنسوش اللايكات عشان اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديو حبايبي. هنغير فرش السرير، كل يوم عندي غسيل، شايفين السبت ايه؟ مليان غسيل. اتمنى ان ادي في الحاجه، في الحاجه نظيفه مش وسخه قوي. نجيب بقى الملايه، لبس العيد نازل السنة دي يا حبايبي نار غالي. نزلت عشان ابص على لبس العيد، حاجة صعبة، الدنيا غلت جامد. يعني حاجة بقى دي، يعني البنطلون كنت بجيبه ب 200 ب 300، والعيال بقى طالبين البناطيل اللي هي الموديلات الحاجة العالية. يلا الله المستعان، ان شاء الله نجيب لهم برضو. قولوا لي بقى ايه رايكم في السرير بعد ما خليته زي الفل كده، شايفين؟ والملايه بتضحك عليه جميله والله. هنلمع بقى الاوضه ونشيل السجاده ونروح مع بعض.
ضربت التسريحة. نشيل السجيلة ونفكها وإيه ونطلع الغسيل ده بره. نجيب المقشة نكنس بقى الأوضة. لايكات لايكات كتير، لايكات واشتراك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك يا حبايبي. نجيب بقى المية ونمسح الأوضة. حطيت بقى شوية كورال وشوية معطر، شايفين المعطر؟ جايبه ريحته جميل. والله العظيم يا جماعة شم الريحة جميلة جميل. أنا بهتم بالمسح وبهتم بالفرش وبهتم بالحاجات دي اكتر حاجه، يعني انا اما يبقى الشقه عندي نظيفه ورايقه كده والحته حلوه ابقى النفسيه مرتاحه والاعصاب هاديه. كل حاجه لازم تبقى بنظام. كده يا حبايب قلبي خلصت المسيح، فاضل لي بقى الفطار والله المستعان. قولوا لي بقى ايه رايكم في الاوضه بعد ما روقناها وخليناها زي الفل كده؟ ايه رايكم؟ حاجه جميله وروعه يا حبايب قلبي اهو. وبقى كده خلصنا الروتين بتاعنا، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.